وجهت مندوبه امريكا لدى الامم المتحده نيكي هيلي انتقادات حاده لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده لصمته ازاء قمع الاحتجاجات الايرانيه المستمره منذ نهايه العام الماضي، وقالت هيلي ان الشعب الايراني خرج الى الشوارع سلميا للمطالبه بحريته الا ان النظام قابله بالقتل والقمع والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان، وخلفت الاحتجاجات المناهضه للنظام والتي اندلعت بسبب تدهور الاوضاع المعيشيه والغلاء وانهيار العمله مئات القتلى والاف المعتقلين